اهلا وسهلا بكم في قناتكم وقناتي جمالك طبيعي بالوصفة للوصفات الطبيعية المجربة. اتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، وصفة ناجحة لتخسيس البطن والتخلص من الدهون الزيادة والعنيدة. وصفة ليها مفعول قوي جدا في حرق وإذابة الدهون العنيدة، خصوصا دهون البطن والأرداف. الوصفة هتشد معاكي ترهلات الكرش بعد الولادة، وهتعمل على إذابة شحوم البطن والجوانب. لو كنت بتعاني من وزن زيادة وزيادة في الشهية، فالوصفة دي هتحسسكم بالشعور بالشبع وبدون رجيم أو تمارين رياضية أبدا. النتيجة هتبان معاكي من 3 أيام الأولى لاستخدامك للوصفة. هتلاحظوا أن بطنكم هتبدأ تخس تدريجيا إلى أن تنتهي تماما. قبل ما أبدأ الوصفة، أتمنى دعمي باللايك لتشجيعي بالاستمرار والاشتراك في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي مرة أخرى من جديد. قبل ما أبدأ الوصفة، أتمنى دعمي باللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ مع بعض أحلى وأقوى وصفة بمكونات بسيطة. أول مكون هعتمده في الوصفة بتاعتي هو الليمون. هحتاج هنا إلى شريحة ليمون بالقشور بتاعتها تكون سميكة شوية. الليمون رائع جدا ومذيب لدهون الجسم، وخصوصا دهون البطن والأرداف والذراعين. هيساعدك أيضا في تخسيس البطن وبسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف. أما بالنسبة للمكون الثاني، وهو من المكونات أيضا المسؤولة عن التخسيس، وطعمه حلو جدا مليان بالفوائد الصحية المفيدة للجسم وكمان في التخسيس، هو الشمر. بضيف حوالي 3 معالق صغيرين مليانين من الشمر بالشكل ده، وده طبعا بنشتريه من عند العطارين. كل العطارين بلا استثناء عندهم الشمر. بنزل على كل هذا الخليط بالمية بتاعتي ومية عادية خالص، مية من الحنفية، حوالي 2 كوباية كبار من المية. اغطيهم وارفعهم عندي على البوتاجاز وهرجع لكم مرة تانية. وده بيكون الشكل النهائي بعد مرور 5 دقايق على البوتاجاز. بطفي عليهم، اسيبهم متغطين زي ما هما لمدة حوالي 5 دقايق، وبعد كده برفع عليهم الغطا وببدأ اشربهم على طول وهم دافيين. بتشربوا كم مرة هقول لك دلوقتي حالا، بس الاول هبدأ في تصفية الخليط. وبس كده، هشربه كم مرة؟ ده هيتشرب مرتين ان شاء الله او 3 مرات على قدر مستطاعك، بس اقل حاجة مرتين في اليوم قبل كل وجبة بنص ساعة قبل الوجبات الرئيسية. تمام، حاولي لو انت بتاكلي وجبات تكون كتير، يعني وجبة تكون مليانة، حاولي تقسميها على 5 مرات، ده هيساعدك في التخسيس. تاني حاجة، دخلي في نظامك الغذائي نظام متوازن من خضروات من فواكه، اعتمدي عليها بشكل كبير، خصوصا الفواكه اللي بتكون فيها الياف كتيرة. اشربي مية مش اثناء الاكل لانها ممكن تسبب الكرش، اشربي المية قبل الوجبة مباشر، هيعمل على تملي معدتك بسرعة وتحس ان انت اكلتي بكميات صغيرة واكلتي برضو كل اللي نفسك فيه بدون حرمان. لما تيجي تعملي تمارين رياضية او تيجي تنزلي تمشي في الشارع، البسي ملابس تكون ضيقة شوية على الجسم، وطبعا فوقيها ملابس واسعة عشان يعني حرام تلبسي تحت، اهم حاجة ملابس ضيقة. ده بيساعدك ان انت تخسي وتنزلي العرق من الجسم. دي اهم النصائح اللي دايما بقولها اللي بتساعدك بجانب الوصفة دي على التخسيس. الوصفة دي مهم ان هي تستمري عليها، مليانة فوائد صحية. وبرضو قبل استخدامك ليها مهم ان انت تخشي تعملي سيرش عنها عشان تعرفي فوائدها، لان انا مهما اتكلمت عنها مش هوفيها حقها. في نهاية حلقة اليوم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة.